موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف حفظه الله: ثم لام الله الذين طفقت أسئلتهم ترجف وتخفق حين سمعوا الأمر بالقتال. قال تعالى: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. وهذه الآية الكريمة تدل على أن أمر القتال من الأمور المحكمة التي لا نسخ فيها، وذلك أن الله وصف السورة التي أنزل فيها أمر القتال بأنها سورة محكمة، وهذا يدل على أن تشريع الجهاد ماض إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على هذا الدين، لا تزال عصابة من أمتي تقاتل عن هذا الدين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. والمقصود بذلك أشراطها الكبرى، قرب قيامها، وذلك نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا: إذ في عهده تبطل كل الملل ولا يقبل إلا الإسلام وتكون الكلمة واحدة. ودلت الآية أيضا على أن الذين يكرهون القتال في سبيل الله ويكرهون الجهاد في سبيل الله هم من المنافقين، وذلك إذا كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فكيف بمن كان يكره ذلك من غيره ولا يحب ظهور الدين؟ فهذا أعظم نفاقا ممن ذكره الله عز وجل عليه في القرآن بوصف المرض والنفاق، كما قال سبحانه وتعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فبينت الآية الكريمة أن من كان يكره الجهاد في سبيل الله فهو منافق، فحب الجهاد فرض وكراهيته نفاق، ومعاداة من يجاهد في سبيل الله عز وجل هو من النفاق الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار والعياذ بالله. وكل هذا كان من التمهيد في المجتمع المسلم لكي تظل النفوس متحمسة لهذه القضية ومستعدة للبذل والتضحية في سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وكان هذا له أعظم الأثر في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، بل وفي نفوس المؤمنين على مر العصور في إحياء نصرة دين الله عز وجل في القلوب وحب البذل والتضحية في سبيل الله عز وجل. ولا تزال هذه الآيات في كل وقت وفي كل مكان يقام فيه الجهاد في سبيل الله عز وجل من أعظم المحفزات ومن أعظم المراغبات في البذل في سبيل الله والتضحية، ومن أعظم المرهبات من التخلف عن أمر الجهاد والتخاذل والجبن عن البذل والتضحية في سبيل الله. قال: وإيجاب القتال والحض عليه والأمر بالاستعداد له هو عين ما كانت تقتضيه الأحوال، ولو كان هناك قائد يسبر أغوار الظروف لأمر جنده بالاستعداد لجميع الطوارئ، فكيف بالرب العلي المتعالي؟ فالظروف كانت تقتضي عراكا داميا بين الحق والباطل. والحقيقة أن هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لينصره في الأرض كلها وليظهره الله على الدين كله يقتضي أن تكون هذه المعركة وهذا الصراع مستمرا بين الحق والباطل، لا ينقضي حتى يظهر الإسلام في الأرض كلها. فليست الظروف بظروف مؤقتة، ولكنها طبيعة
مستقرة مستمرة في الصراع بين الحق والباطل، وهذه الشريعة الكاملة التي بها يظهر أمر الله في الأرض كلها، وبها يعلو حكم الله عز وجل في الأرض كلها، ويضمحل الباطل في الأرض كلها. فهذه الظروف متكررة متواجدة في كل زمن وفي كل مكان يوجد فيه الحق والباطل. فهذه إذن قضية حيوية للغاية، وجود الصراع بين الإسلام وبين ملل الكفر كلها قضية حتمية لا يمكن أن تغفل ولا يمكن أن يحاول هدمها. وهذه القضية والله من أعظم القضايا خطرا. وإذا تهدف سهام الأعداء من الكفرة وخصوصا من أهل الكتاب والمنافقين إلى تزييف الحقيقة في نفوس كثير من المسلمين، وأبواق المنافقين عالية في إلغاء هذه القضية، وكم من مستجيب لها ممن يعلن أحيانا الالتزام بالدين، بل وأحيانا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتكلم باسم الإسلام. فقضية وجود المعركة بين الحق والباطل والصراع بين الإسلام وبين ملل الكفر عقيدة لا بد أن تكون مستقرة في نفس كل مؤمن بهذه الآيات وأدلتها وأدلة الشرع الواضحة من الكتاب والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سيرة الصحابة رضي الله عنه قال: وكانت وقعة سرية عبد الله بن جحش ضربة قاسية على غيرة المشركين وحميتهم، آلمتهم وتركتهم يتقلبون على مثل الجمر. وآيات الأمر بالقتال تدل بنحواها على قرب العراق الدامي، وأن النصر والغلبة فيه للمسلمين نهائيا. انظر كيف أمر الله المسلمين بإخراج المشركين من حيث أخرجوهم، وكيف يعلمهم أحكام الجندي المتغلب في الأسرى والإدخال في الأسارى والإدخال في الأرض حتى تضع الحرب أوزارها. هذه كلها إشارة إلى غلبة المسلمين نهائيا. قال: إذا أخنتمون فشدوا الوثاق. إذا هناك قتل وهناك أسر، وهذا إنما يقع مع انتصار المسلمين. يقول: ولكن ترك كل ذلك مستورا حتى يأتي كل رجل بما فيه من التحمس في سبيل الله. قال: في هذه الأيام في شعبان سنة 2 من الهجرة أمر الله تعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، وأفاد ذلك أن الضعفاء والمنافقين من اليهود الذين كانوا قد دخلوا في صفوف المسلمين لإثارة البلبلة انكشفوا عن المسلمين ورجعوا إلى ما كانوا عليه. وهكذا تطهرت صفوف المسلمين عن كثير من أهل الغدر والخيانة. ويعني حقيقة الأمر أن عدد المنافقين من اليهود كان قلة، أكثر المنافقين كانوا من المشركين الذين أسلموا. فاليهود كانوا دائما يبثون سمومهم من خلال هؤلاء المنافقين. الحقيقة أنهم كانوا يبثون سمومهم مع بقائهم على ملتهم، وقلة قليلة جدا هي التي أظهرت الإسلام وظلت على عقيدتها اليهودية. ولكن ظهر النفاق في قبول كلام المنافقين وليس في ردة أناس ممن كان من اليهود فتهود مرة ثانية، فهذا لم ينقل. وإنما قال الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وولاهم عن قبلتهم خطاب بصيغة الغائب يدل على أنهم ليسوا من أهل الإسلام. فاليهود كانوا يثيرون هذه الزوابع ويشمون هذه السموم مع بقائهم على يهوديتهم، ولكن إنما يجدون أذانا صاغية وأفواها متكلمة ألسنة بالباطل من خلال المنافقين. وفي تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد لا ينتهي إلا بعد احتلال المسلمين هذه القبلة. وليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم وإن كانت بأيديهم، فلا بد من تخليصها يوما ما. وبعد هذه الأوامر والإشارات زاد نشاط المسلمين واشتدت نزعاتهم إلى الجهاد في سبيل الله ولقاء العدو في معركة فاصلة.
قال: غزوة بدر الكبرى أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة. سبب الغزوة: قد أسلفنا في ذكر غزوة عسيرة أن عير لقريش أفلتت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غزوة ذي العشيرة التي كانت في جمادة الأولى وجمادة الأخيرة سنة 2 من الهجرة. قد أفلتت من النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابها من مكة إلى الشام، ولما قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى الشمال ليقوم باكتشاف قبرها، فوصل إلى الحوراء ومكث حتى مر بهما أبو سفيان بالعير، فأسرع إلى المدينة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر. كانت العير مركبة من ثروات طائلة من أهل مكة، 1000 بعير موقرة محملة يعني بالأموال لا تقل عن 50,000 دينار ذهبي، ولم يكن معها من الحرس إلا نحو 40 رجلا. إنها فرصة ذهبية لعسكر المدينة، وضربة عسكرية وسياسية واقتصادية قاسمة ضد المشركين لو أنهم فقدوا هذه الثروة الطائلة. لذلك أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين قائلا: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكمها يعطيكم إياها. ولم يعزم صلى الله عليه وسلم على أحد بالخروج، يعني لم يأمرهم أمر إيجاب ملزم وعزيمة مؤكدة، بل ترك الأمر للرغبة المطلقة، لما أنه لم يكن يتوقع عند هذا الامتداد أنه سيصطدم بجيش مكة بدل العير. لما ندبهم للخروج، لما رغبهم في الخروج، إنما كان يخرج لينال قافلة 40 رجلا، ف300 بالنسبة إلى 40 قدر كافر جدا، 300 مسلح بالنسبة إلى 40 رجلا فهي أمر سهل ميسر. يقول: لم يكن يتوقع صلى الله عليه وسلم عند هذا الامتداد أنه سيصطدم بجيش مكة بدل العير، هذا الاصطدام العنيف في بدر. ولذلك تخلف كثير من الصحابة في المدينة وهم يحسبون أن مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوجه لن يعدو ما ألفوه في السرايا الماضية، ولذلك لم ينكر على أحد تخلفه في هذه الغزوة، كما قال ذلك كعب بن مالك رضي الله عنه، وذلك أنه خرج لطلب العير أصلا ولم يخرج لمواجهة النفير والجيش. يقول: مبلغ قوة الجيش الإسلامي وتوزيع الكادات. تعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج ومعه 300 و14 رجلا، 313 أو 14 أو 17 رجلا على أقوال، 82 أو 83 أو 86 من المهاجرين، و61 من الأوس، و170 من الخزرج. ولم يحتفلوا لهذا الخروج احتفالا بليغا، ولا اتخذوا أهبتهم كاملة، فلم يكن معهم إلا فرسان، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود الكندي، وكان معهم 70 بعيرا، ليعتقل الرجلان والثلاثة على بعير واحد، بمعنى أن أكثر الجيش كان يمشي 2/3 مسافة ويركب 2/3، وفي الحقيقة ربما تكون أكثر من ذلك، 300 على 70 بعيرا إذا فيها نحو كل 4 على بعير. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ومرسد ابن أبي مرسد الغنوي يعتقبون بعيرا واحدا، يعني يأخذون دورا على بعير واحد، هذا يمشي مرة وهذا يمشي مرة، يعني كل يركب مرة ويمشي مرتين. واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة، جعله هو الأمير على المدينة، ودفع لواء القيادة العامة
إلى مصعب ابن عميد القرشي العبدري، وكان هذا اللواء أبيض. فكما من قبل قضية اللواء الغرض منه رحمه الله أن يعرف الناس تحركات قائد الجيش وكيف يتجهون، وبقاؤه مرتفعا على استمراره من القيادة. قال: وقسم جيشه إلى كتيبتين، كتيبة المهاجرين وأعطى علمها علي بن أبي طالب، وكتيبة الأنصار وأعطى علمها سعد بن معاذ. وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام، وعلى الميسرة المقداد بن عمرو، وكان هما الفارسين الوحيدين في الجيش كما أسلفنا. وجعل على الساقة ساقة من مؤخرة الجيش قيس بن أبي صعفع، وظلت القيادة العامة في يده صلى الله عليه وسلم كقائد أعلى للجيش. الجيش الإسلامي يتحرك نحو بدر. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش غير متأهل، فخرج من نقب المدينة، النقب اللي هي بين الجبال، خرج من نقب المدينة ومضى على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة حتى بلغ بئر الروحاء. ولما ارتحل منها ترك طريق مكة اليسار وانحرف ذات اليمين على الناجية يريد بدرا، فسلك كل أماكن، فسلك في ناحية منها حتى جزع واديا يقال له رحقان بين الناجية وبين مضيق الصفراء، ثم مر على المضيق ثم انصب منه حتى قرب من الصفراء. وهنالك بعث بسيس بن عمرو الجهني وعدي بن ابي الزغباء الجهني الى بدر يتجسسان له اخبار العيد ان ديب في مكه. اما خبر العير فان ابا سفيان وهو المسؤول عنها كان على غايه من الحيطه والحبر، فقد كان يعلم ان طريق مكه محفوف بالاخطار، وكان يتحسس الاخبار ويسال من لقي من الركبان، ولم يلبس ان نقلت اليه استخباراته بان محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر اصحابه ليوقع بالعير. وحينئذ استاجر ابو سفيان ضمضم ابن عمرو الغفاري الى مكه مستصرخا لقريش بالنفير الى عينهم، النفير هو الخروج، ليمنعوه من محمد صلى الله عليه وسلم اصحابه. وخرج ضمضم سريعا حتى اتى مكه فصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره وقد جلع انفه، قطع انف البعير علام ان هو في ايه، خلاص في خطوره بقى، وحول رحله وشق قميصه، قطع هدومه عشان كل ده يلفت ليه النظر، وحول الرحل، غير وضع الرحل الذي يوضع على البعير اتجاه معاكس، وهو يقول: يا معشر قريش اللطيمه أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها. يعني لو ما تحركتوش مش هتلحقوها، لا مش هتلحقوها، يعني لا يخلي الناس إيه تتحرك لأقصى سرعة، الغوث الغوث. فتحفز الناس سراعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم أن تكون كعير بن الحضرمي اللي كانت غزوة إيه؟ سرية نخل، عمرو بن الحضرمي اللي هو قتل فيها اللي كان في الشهر الحار. قال: فكانوا قال والله قالوا والله لا يعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين، اما خارج واما باعث مكانه رجلا، واوعبوا في الخروج، يعني كل خرج من الاشراف والكبار، فلم يتخلف من اشرافهم احد سوى ابي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، يعني بدل الدين يخرج بدله في الايه؟ في الحرب. وحشدوا من حولهم قبائل من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي اللي هم قوم عمر بن الخطاب، فلم يخرج منهم أحد. قوام الجيش المكي، وكان قوام هذا الجيش نحو 1300 مقاتل في بداية سيره، وكان معه 100 فرس و600 درع وجمال كثيرة لا يعرف عددها بالضبط. وكان قائده العام أبا جهل ابن هشام،
وكان القائمون بتموينه 9 رجال من أشراف قريش، فكانوا ينحرون يوما 9 ويوما 10 من الإبل، فكفلهم بهذا الإنفاق على طعام الجيش. ينحرون 9 ويوما 10 من الإبل، 10 من الإبل يعني البعير يكفي 100 رجل تقريبا وربما زاد أو قل، فكان ذلك عنه. قال مشكلة قبائل بني بكر لما أجمع هذا الجيش على المسير، ذكرت قريش ما كان بينها وبين بني بكر من العداوة والحرب، فخافوا أن تضربهم هذه القبائل من الخلف فيكونوا بين نارين، فكذا ذلك يثنيهم. ولكن حينئذ تبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المجلدي سيد بني كنانة، فقال لهم: أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. من تأتيهم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه، يعني هو كان كأنه لم يجد فرصة إليه لكي يأتي صراخة نفسه، فتمد لهم في صورته وتشكل لهم في هيئته وأعطاهم هذا الوعد لكي يتحركوا رغبة منه في إزهاق نور الدين. جيش مكة تحرك. حينئذ خرجوا من ديارهم كما قال الله تعالى بطرا ورئاء الناس، كبرا يعني ورئاء الناس، يتكلم الناس عنهم ويصدون عن سبيل الله. وأقبلوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم، يعني جميعا أتوا وفي نفس الوقت بكل سلاح معهم يحادون الله ويحادون رسوله، وغدوا على حرب قادرين، على ظلم وبغي وعلى حمية وغضب وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لازدراء هؤلاء على قوافلهم. تحركت بسرعة فائقة نحو الشمال في اتجاه بدر، وسلكوا في طريقهم وادي عسفان ثم قليل ثم الجحفة، وهناك تلقوا رسالة جديدة من أبي سفيان يقول له فيها: إنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم ورجالكم وأموالكم وقد نجاها الله فارجعوا. لأن أبا سفيان في الحقيقة سلك ناحية الساحل وابتعد بالقافلة عن الطريق المعهود حتى فات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى فات منه ونجا من بالقافلة. قال يثبت وكان من قصة أبي سفيان أنه كان يسير على الطريق الراجي ولكنه لم يزل حجرا متيقظا وضاعف حركاته الاستكشافية، ولما اقترب من بدر تقدم عيره قبل العير يعني قبل القافلة حتى لقي مجدي بن عمرو وسأله عن جيش المدينة، فقال: ما رأيت أحدا أنكره إلا أني قد رأيت راكبين قد أناقا إلى هذا التل ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا. يعني قال له أنا مشفتش جيش ولا حاجة، ولكن لقيت 2 راكبين أناقا بعيريهما إلى هذا التل وجمع استقيا جعل ماء في تربة لهما، شن يعني تربة، ثم انطلقا. فبادر أبو سفيان إلى مناخهما فأخذ من أبعار بعيرهما ففته، فت البعر بتاع البعير فتته، فإذا فيه النوى، بقايا النوى من التمر، فقال: هذه والله علائف يثرب. فرجع إلى عيره سريعا وضرب وجهها محولا اتجاهها نحو الساحل غربا، تاركا الطريق الرئيسي الذي يمر ببدر على اليسار، وبهذا نجا بالقافلة من الوقوع في قبضة جيش المدينة، وأرسل رسالته إلى جيش مكة التي تلقاها في الجحفة. الجيش المكي تلقاها في الجحفة اللي هي قريبة الآن من رابل. هم الجيش المكي بالرجوع ووقوع الانشقاق فيه. لما تلقى هذه الرسالة جيش مكة هم بالرجوع، ولكن قام طاغية قريش أبو جهل في كبرياء وغطرسة قائلا: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها 3 فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيام، المغنيات الجواري المغنيات، وتسمع بنا العرب وبنسيرنا وجمعنا
فلا يزالون يهابوننا أبدا. هي طريقة إبليسية واحدة في كل زمن، هذا الغرور والكبر وجمع الجموع لكي يهابهم الناس، ويعني بنفس الأسلوب. قال: ولكن على رغم أبي جهل أشر الأحنس بن شريق بالرجوع فعصوه، فرجع هو وبنو زهر وكان حليفا لهم ورئيسا عليهم في هذا النفير، فلم يشهد بدرا زهري واحد، وكانوا حوالي 300 رجل، واغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأحنس بن شريق، فلم يزل فيهم مطاعا معظما، لأنهم نجوا من الايه؟ من الهزيمة. وأرادت بنو هاشم الرجوع، فاشتد عليهم أبو جهل، وقال: لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. دول خطوط الممنوع ايه؟ يرجعوا. ولذلك كان هناك منهم كارهين كالعباس وغيره. قال: فصار جيش مكة، في فرق من الكراهية والايه؟ والإكراه كما ذكرنا مرات، يعني كونه كاره، لكن هذا مراعاة للعادات والتقاليد ومراعاة للعلاقات الاجتماعية، ولم يكن هناك إكراه حقيقي، وإلا فقد رجع بنو زهرة دون ايه؟ دون ضرر، ولكن كان هناك إحراج بالغ على بني هاشم من أجل ذلك، فخافوا على أموالهم وخافوا على موقعهم في المجتمع المكي، فاستمروا في القتال. قال: فسار جيش مكة وقوامه 1000 رجل بعد رجوع بني زهرة وهو يقصد بدرا، فواصل سيره حتى نزل قريبا من بدر، ورأى كثيب يقع بالعدوة القصوى من جانب الأقصى من جهة المدينة على حدود وادي بدر. إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، القصوى اللي هي البعيدة، العدوة اللي هي جانب الوادي، فهنا هم في جانب وادي قريب إلى المدينة المسلمين، وهم بالعدوة القصوى الأبعد من المدينة. حراجة موقف الجيش الإسلامي. أما استخبارات جيش المدينة فقد نقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال في الطريق بوادي ذكران خبر العيل والنفير، وتأكد لديه بعد التدبر في تلك الأخبار أنه لم يبقى مجال للاجتناب عن لقاء دام، وأنه لابد من إقدام يبنى على الشجاعة والبشارة والجراءة والجسارة. فإما لا شك فيه أنه لو ترك جيش مكة يدوس خلال تلك المنطقة يكون ذلك تدعيما لمكانة قريش العسكرية، وامتدادا لسلطانها السياسي، وإضعافا لكلمة المسلمين وتوهينا لها، لأن وجود القوة أصلا بيلغي معظم الناس بالطاعة من غير قتال. وجود القوة يعني انتشار خبر القوة يغري كل الناس بالخضوع، وأنه لا قبل له بأن يقاوم، وهذا يفت في عضد المسلمين، يجعل المسلمين يعجزون عن إيه؟ عن المقاومة، يعجزون عن أن يواجهوا هذا العدو إذا اقتنعوا بأن قوته خارقة فضلا عن كافة القبائل الأخرى. قال: بل ربما تبقى الحركة الإسلامية بعد ذلك جسدا لا روح فيه، ويجرؤ على الشر كل من فيه حقد أو غيظ على الإسلام في هذه المنطقة. وبعد هذا كله فهل يكون هناك أحد يضمن للمسلمين أن يمنع جيش مكة عن مواصلة سيره نحو المدينة حتى ينقل المعركة إلى أسوانها ويغزو المسلمين في عقر دارهم؟ كلا. فلو حدث من جيش المدينة نكول ما كان نكول ما أي نكول يعني لكان له أسوأ الأثر على هيبة المسلمين وسمعتهم. شك أن الأمر كان شديدا. العير التي أعد الجيش الإسلامي أصلا لمواجهتها يعني هي كما ذكرنا 40 رجلا، كان 40 رجلا، 40 رجلا قد مضت وهجت ولم يبق إلا مواجهة النفير. قال المجلس الاستشاري: ونظرا إلى هذا التطور الخطير المفاجئ عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا عسكريا استشاريا أعلى أشار فيه إلى وضع واحد، وتبادل فيه الرأي مع عامة جيشه وقادته، وحينئذ تزعزع قلوب فريق من الناس وخافوا اللقاء الدامي. هذه الزعزعة كانت مجرد خواطر في الحقيقة، مجرد أمور نفسية، وإلا فعامة أو كل أهل بدر لم يكن فيهم منافقة، وإنما كانوا خلاصة الصحابة رضي الله عنهم
لا يدخل احد منهم النار رضي الله تعالى عنهم. قال الله عز وجل لهم اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. ولكن كانت خواطر نفسيه، ومع ذلك عالجها القران اعظم معالجه. قال وهم الذين قال الله فيهم كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. ربنا شهد لهم بالايه؟ بالايمان. قال يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. فيكون لنا عوده الى هذه الايات من سوره الانفال وفوائدها العظيمه. قال واما قاده الجيش فقام ابو بكر الصديق فقال واحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال واحسن. احسنوا في الكلام بما انهم عزموا على الايه؟ على القتال. ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امضي لما امرك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. رضي الله عنه. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا الى برك الغمام، مكان بعيد باليمن يضرب به المثل عندهم في الايه؟ في البعد. وفي بعض الناس وما لي بها من علم، يعني قالوا انا مش عارف السكه. قال لو قلت لنا روح برك الغمام هنروح برك الغمام. قال فوالذي بعثك بالحق لو سرت لنا، لو سرت بنا الى برك الغمام لجالدنا معك من دونه، من دونه حتى تبلغ، او لجالدنا معك من دونه حتى تبلغ، لقاتلنا معك كل من دونه بالطريق حتى تبلغ برك الغمام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له به. وهؤلاء القاده الثلاثه كانوا من المهاجرين وهم اقليه في الجيش. فاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعرف راي قاده الانصار، لأنهم كانوا يمثلون أغلبية الجيش، ولأن ثقل المعركة سيدور على كوهين. إن 84 رجلا من المهاجرين و230 من الأنصار، 160 من أهل سليم الأوس و170 من الخزرج، فعامتهم من الأنصار رضي الله عنهم. ولأن ثقل المعركة سيدور على كوهين، مع أن نصوص العقبة بيعة العقبة لم تكن تلهمهم بالقتال خارج ديارهم. فقال بعد سماع كلام هؤلاء القادة الثلاثة أشيروا علي أيها الناس وإنما يريد الأنصار. وفطن إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لوائهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، فقال والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل. قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق، واعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعه. قمض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قمض يا رسول الله لما اردت، فالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره ان تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصدر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عين، ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. وفي رواية أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها أن لا تنصرك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم طبعا حيث شئت، طبعا الانتقال طبعا حيث شئت، وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت. وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، وخذ من اموالنا ما شئت واعطنا ما شئت، وما اخذت منا كما حب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسرن معك، والله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. رضي الله تعالى عنه. فسر رسول الله
صلى الله عليه وسلم لقول سعد ونصته ذلك، ثم قال سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارج القوم. هذه الكلمة من سعد بن معاذ رضي الله عنه، كلمة سجلها له التاريخ على قضية الولاء والبراء على دين الله عز وجل، قطع حبال الجاهلية وتشييد حبال الإسلام. بقيت الرابطة الدينية الإسلامية هي التي تحرك الأنصار رضي الله عنهم، وليس فقط مجرد نصوص معاهدة وقعوها أو أبرموها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الدين قد غيرهم من داخلهم رضي الله تعالى عنهم، قد تمكن الإيمان من قلوبهم وصاروا طوع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ الأمر عن الله عز وجل من كل قلوبهم، ليسوا فقط منفذين لمعاهدة لها بنود، إنما لو أمر رسول صلى الله عليه وسلم بما أمر به فإنهم طوع أمره. قوله رضي الله تعالى عنه لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، دليل على الامتثال التام ولو لم يعلم العاقبة. وهكذا المؤمن يمتثل لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كانت العاقبة أنه فيما يبدو الغرق اليقيني، لكنه كان على يقين من توفيق الله عز وجل ونصره. وكذلك قوله رضي الله عنه صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، بمعنى يعني صل عهود من شئت واقطع عهود من شئت، بمعنى سالم من شئت وحارب من شئت، صل من شئت واجعله قريبا منك، وعادي من شئت واجعله بعيدا منك، وخذ من اموالنا ما شئت واترك واعطنا ما شئت. يعني اموالهم ايضا جعلوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويؤكد يعني ان ما اخذه النبي صلى الله عليه وسلم من اموالهم احب اليهم مما تركه لهم، يرون ذلك نفقة في سبيل الله عز وجل. فكان هذا الموقف الرائع العظيم الذي لا نظير له يعني في اصحاب الانبياء من الصحابة رضي الله عنهم ومن الانصار خصوصا، يؤكد منزلة هذه الطائفة المؤمنة عند الله عز وجل، يؤكد كيف ان الله جعلها خيرة البشر، خيرة بعد الانبياء، خيرة من صاحب الانبياء، فهم خير اصحاب نبي بنبيه صلى الله عليه وسلم، وخير من قام بدين الله سبحانه وتعالى عبر الرسل، فهي خير أمة أخرجت للناس، رضي الله تعالى عنهم أجمعين وألحقنا بهم مؤمنين مسلمين. قال الجيش الإسلامي واصل مسيره. قال ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكران فسلك على ثنايا يقال لها الأصافر، ثم انحط منها إلى بلد يقال له الدية، وترك الحنان بيمين، كل ده أماكن وهو كثير عظيم كالجبل، ثم نزل قريبا من بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بعملية الاستكشاف، هناك قام بنفسه بعملية الاستكشاف مع رفيقه في الغار أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبينما هما يتجولان حول معسكر مكة إذ هما بشيخ من العرب، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه، سأل عن الجيشين زيادة في التكتم، ولكن الشيخ قال لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك، قال أو ذاك بذاك، قال نعم. قال الشيخ فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهو اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي به جيش المدينة، حسب المدة وعارف ان ده المسافة الكافية انه يوصل اليه لبدر. وبلغني ان قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فان كان صدق الذي اخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي به جيش مكة. ايضا كان رجلا اخبرهم بصدق. ولما فرغ من خبره قال ممن انتما؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، ثم انصرف عنه وبقي الشيخ يتفوه ما من ماء، من ماء العراق قبيلة اسمها ايه ماء، هذا من التعريف، فنقول هي ماء من ناحية العراق ولا ماء قبيلة تانية،
وتساوى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه اخبره بالفعل وهو صلى الله عليه وسلم وكل البشر خلقوا من ايه من الماء. وهذا فيه يعني التكتل المطلوب وعدم الاباحه لسيد المسلمين ولو الى رجل الامر فيه بالنسبه لانه ايه بعيد عن المعركه، ولكن سنقل الاخبار وتصل الى قريش في يعني وقت قد لا يكون مناسبا للمسلمين ان يصل لهم الخبر فيه. الحصول على اهم المعلومات عن الجيش المكي. وفي مساء ذلك اليوم بعث استخباراته صلى الله عليه وسلم من جديد يبحث عن اخبار العدو. وهو مع قدرته على الوحي عليه الصلاه والسلام، الوحي كان يمكن ان ينزل عليه بالخبر، ولكن كان ذلك من اعظم الامور دلاله على وجوب الاخذ بالاسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، ومع ذلك ما نزل عليه الوحي بالاخبار، لكي يكون قدوه للمسلمين في مستقبل امورهم جميعا، انهم لابد ان ياخذوا بالاسباب ويعدوا العده العسكريه المناسبه ويبحثوا بالاخبار. ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا طلب مؤمن الجن وقد امن به طائفه من عندما سمعوا القران بنخله، قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به بايات مكيه، وامن مؤمن الجن بمكه، فما استخبره النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لدابر هذه الخزعبلات التي يمكن ان تكون من اعظم الضرر على الامه الاسلاميه. قال وقام لهذه العمليه البحث عن اخبار العدو ثلاثة من قادة المهاجرين، علي بن ابي طالب والزبير بن العوام وسعد بن ابي وقاص في نفر من اصحابه. ذهبوا الى ماء بدر فوجدوا غلامين يستقيان لجيش مكه، فالقوا عليهما القبض وجاءوا بهما الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاه في هذه الايام، مع شده الموقف كان يكثر الصلاه، ولكن الصحابه ذكر الصلاه فريضه، لان الصحابه كان بدأوا يسألوهم أثناء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيصلي نافلة، ويزداد تزداد عبادته عليه الصلاة والسلام مع ازدياد اقتراب موضع المعركة. ليلة بدر كاملة وظل النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي تحت الشجرة. ذلك أن الصلة بالله عز وجل والقرب من الله في فترات الأزمات هي من أعظم أسباب النصر، ومن أعظم أسباب نزول التوفيق والعون من الله عز وجل على عباده المؤمنين. والبعد عن ذكر الله من اعظم اسباب الهزيمه، لذلك قال عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال فاستخبرهما القوم فقالوا فقال نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء، فكره القوم ورجوا ان يكون لابي سفيان، هم نفسهم ان القافله هي تكون ايه قريبه مش الجيش، فهم تمنوا ان يكون الامر ابو سفيان قريب ليدركوا ابا سفيان والقافله ويعودوا الى المدينه دون ملاقاه الجيش. قال لا تزال في نفوسهم بقايا امل في الاستيلاء على القافله، فضربوهما موجعا، ضربوهما ضربا موجعا عشان يقروا قلوب الناس، حتى اضطر الغلامان ان يقولا نحن لابي سفيان فتركوهما. يعني ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه قال لهم كالعائد إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما، صدق والله إنهما لقريش. يعني هو صلى الله عليه وسلم يعرف الصدق وإن الكذب في أعين المتكلمين، وبعدين هم ما اضطروش يقولوا إنهما لأبي سفيان إلا بعد الضرب، فإذا ترك من الضرب قال الحقيقة. وده دائما المعلومات الناشئة عن الإكراه دائما معلومات إيه؟ مكذوبة في الغالب. ثم خاطب الغلامين قائلا أخبراني عن قريش. قال هم رأي هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال لهم كم القوم؟ قال كثير. قال ما عدتهم؟ قال لا ندري. قال كم ينحرون كل يوم؟ قال يوما تسعة ويوما عشرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم فيما بين 900 إلى 1000. ثم قال لهم فمن فيهم من أشرف قريش؟ قال عتبة وشيبة ابن ربيعة وابو المختار ابن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر وطعيمه بن علي والنضر بن الحارث وجمعه بن الاسود وابو جهل بن هشام واميه بن خلف في رجال سمياهم.
فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلال كريها. يعني قريش خرجت أشرف من فيها كلهم خارج، دليل على اجتماع الكلمة على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. نزول المطر، أنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، مطر شديد، وكان على المسلمين طلا، مطر خفيف، طهرهم به وأذهب عنهم رجس الشيطان ووطأ به الأرض وصلب به الرمل وثبت الأقدام ومهد به المنزل وربط به على قلوبهم. حرك رسول الله صلى الله عليه وسلم لجيشه يسبق المشركين إلى ماء بنت ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه، فنزل عشاء أدنى ماء من مياه بنت، وهنا قام الحباب بن المنذر كخبير عسكري وقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل؟ أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمثيلة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمثيلة. قال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم، أقرب ماء إليهم، مش أدنى ماء إلى إيه؟ إلى المدينة، إلى المسلمين. قال: فننزله وتغوط، أي تخرب أو نخرب ما وراءه من القلب من الأبار، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأس. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش حتى أتى أقرب ماء إلى العدو، فنزل عليه شطر الليل، ثم صنعوا الحياض وغوروا ما عداها من الخلاف، فقالوا كذا. وبعد أن تم نزول المسلمين على الماء، اقترح سعد بن معاذ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبني المسلمون مقرا لقيادته استعدادا للطوارئ وتقديرا للهزيمة قبل النصر، حيث قال: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله أظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك الإبل فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام، يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، وبنى المسلمون عريشا على تل مرتفع يقع في الشمال الشرقي لميدان القتال ويشرف على ساحة المعركة. كما تم انتخاب فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم حول مقر قيادته. تعبئة الجيش وقضاء الليل. ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. وهذا من معجزات النبوة الظاهرة ومن أدب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر المشيئة، لأن معرفة بأي أرض يموت إنسان قبل موته من مفاتيح الغد التي لا يعلمها إلا الله، فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بها على وجه التفصيل معلق على مشيئة الله تأدبا مع الله عز وجل، وبيانا أن علم الغيب على هذا التفصيل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هنالك، وبات المسلمون ليلهم هادئ الأنفاس، أو ليلهم هادئ الأنفاس منير الآفاق، ومكبتهم كامل 17 رمضان، غمرت الثقة قلوبهم وأخذوا من الراحة قسطهم، يأملون أن يروا بشائر ربهم بعيونهم صباحا، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وكانت هذه الليلة ليلة الجمعة 17 من رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وكان خروجه صلى الله عليه وسلم في 8 أو 12 من نفس الشهر.
الجيش المكي في عرصة القتال في عرصة القتال الأرض المنبسطة المعدلة ووقوع انشقاقه. أما قريش فقضت ليلتها هذه في معسكرها بالعدوة القصوى، ولما أصبحت أقبلت في كتائبها ونزلت من الكثيب، الكثيب اللي مكانه بجواره هو التل من الرمل، إلى وادي بدر، وأقبل نفر منهم إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعوهم، فما شرب أحد منهم يومئذ إلا قتل سوى حكيم ابن حزام، فإنه لم يقتل وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وكان إذا اجتهد في اليمين قال لا والذي نجاني من يوم بدر. كان على وشك أن كل جيش قد يقتل، وكان بداية القتل. فلما اطمأن قريش بعث عمير بن وهب الجمحي للتعرف على مدى قوة جيش المدينة، فدار عمير بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، ولكن أمهلوني حتى أنظر أل القوم كمين أو مدد. كمين يعني جزء كامل. فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئا، فرجع إليهم فقال ما وجدت شيئا، ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، البلايا تحمل أسباب الموت، نواضح يثرب تحمل موت النواقع، قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم. يعني ايه شدة الكرب تخلي البني آدم ما لوش سبب ان هو يعني ما لوش طريق إلا انه يدافع. البلايا تحمل المنايا، خلاص يعني بالضبط خسرانة معاه، فايه فهيقدم بكل قوة. نواضح يثرب تحمل الموت النافع، قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادكم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. يقولوا الناس على الأقل ما عندهمش حاجة يدافعوا عنها إلا بالسيوف، خلاص هيروحوا فين؟ ما لهمش، يبقى لازم يدور إنه يقتلوا فيكم. فلو 300 عدد ضخم جدا. وحينئذ قامت معارضة أخرى ضد أبي جهل المصمم على المعركة. سبحان الله. تدعون هذه الأمة. قامت معارضة تدعو إلى العودة للجيش إلى مكة دون الاعتداد. فقد مشى حكيم بن حزام في الناس وأتى عتبة بن ربيعة فقال يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها. فهل لك إلى خير تذكر به إلى آخر الدهر؟ قال وماذاك يا حكيم؟ قال ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الخضرمي المقصود في شهد مكلة، أنت تتحمله أن تأخذ التدفع الدافع. فقال عتبة قد فعل، أنت ضامن علي بذلك، إنما هو حليفي فعلي عقله يعني ديته وما أصيب لله. ثم قام عتبة لحكيم ابن حزام ثم قال عتبة لحكيم بن حزام فأتي من الحنظلية أبا جهل. والحنظلية أمه، طبعا لما يجي واحد ينسبون أمه دي بقى نوع من التحقير، بدل ما ينسبون أبوه يعني. قال فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره، فيش حد هيلخبط الدنيا غيره. ثم قام عتبة، سبحان الله، مكتوب لهم أن يقتل عتبة بن ربيعة، مكتوب لهم أن يقتل في تلك المعركة. ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبا فقال يا معشر قريش انكم والله ما تصنعون بان تلقوا محمدا واصحابه شيئا، والله لئن اصبتموه لا يزال ينظر في وجه رجل يكره النظر اليه، لا يزال ينظر في وجهه رجل يكره النظر اليه، قتل ابن عمه او ابن خاله، ابن عمي او ابن خاله او رجلا من عشيرتي، يعني حتى لو اصبتوه قتلتوه هيستنى لكم ناس يبصوا في وشكم منذ هم كارهين لكم، لانه افتكر ان انت ايه قتلت ابن عمر بن خطاب. فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فان اصابوه فذاك الذي اردتم، وان كان غير ذلك الفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. وانطلق حكيم بن حزام الى ابي جهل وهو يهيئ درعا له، فقال يا ابا الحكم ان عتبه ارسلني اليك بكذا وكذا. فقال أبو جهل انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم، السحر اللي هو الرئة.
كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وما برتبة ما قال، ولكنه رأى أن محمد وأصحابه أكلة جزور، وفيهم ابنه وهو أبو حذيفة بن عتبة كان قد أسلم قديما وهاجر فتخوفكم عليه. دول أكلة على كلهم، ومن ضمن اللي هيتاكلوا مين؟ ابنه. فعشان كده مش عايز يحارب. ولما بلغ عتبة قول أبي جهل انتفخ والله سحره، قال عتبة سيعلم من انتفخ سحره، أنا أم هو. وتعجل أبو جهل مخافة أن تقوى هذه المعارضة، فبعث على إثر هذه المحاورة إلى عمرو بن الحضرمي أخي عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية عبد الله بن جحش، فقال هذا حليفك أي عتبة يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فانشد خفرتك، انشد يعني ارفع صوتك للخوف اللي حصل أو بالضرر اللي حصل لك، ومقتل أخيك. فقام عامر فكشف عن إثره، كشف عورته قدام الناس إن عورة مكشوفة بقى وإنه لازم إيه يعني تنتقمونها. فقام عامر فكشف عن إثره وصرخ وعمراه وعمراه، فحمي الناس وحفظ أمرهم واستوثقوا على ما هم عليه من الشر، وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة، وهكذا تغلب الطيش على الحكمة وذهبت هذه المعارضة دون جدوى. الله قريبا إن شاء الله.